طيب هنروح لكره السله رجال، ويمكن ده خبرنا الاساسي النهارده، ان نادي الاهلي رجال او كره السله رجال توجت امس ببطوله منطقه القاهره. كنا بنلعب نادي الجزيره، ان احنا تاهلنا اول مجموعتنا وفزنا على مصر للتامين في قبل النهائي، وبعد كده طلعنا على الفاينل لعبنا نادي الجزيره. كانت الصاله او المباراه مقامه في صاله رقم 3 باستاد القاهره، فزنا بنتيجه 76-55 بنتيجه 21 زي ما قلت 21 بونت زي ما قلت لحضراتكم في الانترو. الماتش سيطر عليه الاهلي من البدايه للنهايه، ويمكن بدا السكور بيزيد مع الوقت. وفرقتنا زي ما حضراتكم عارفين انها شاركت في البطوله دي كاعداد قوي للبطوله العربيه، وده فكر سليم، واللي هتلعب في اسكندريه من 29 سبتمبر 9 اكتوبر اللي جاي. كاميرا الابطال كانت موجوده في ختام البطوله، وعملنا التقرير ده اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. الحمد لله النهارده كانت بطولة مهمة لينا، ان احنا نبقى داخلين على بطولة عربية نفسيتنا ومعنوياتنا مرتفعة. يمكن ما كانتش فارقة معانا البطولة كبطولة منطقة، يعني طبعا هي مش ذو أهمية قوي يعني، بس كان فارق معانا ان احنا نطلع كسبانين ونلعب فرقة محترمة زي فرقة الجزيرة، فرقة كبيرة طبعا ليها كل التقدير والاحترام. ربنا كرمنا بيها، وكان الهدف الاساسي مننا ان احنا ما ندخلش خسرانين البطوله العربيه، عشان ده هيفرق معانا جدا معنويا. غير كده الكوتش طبعا طول الوقت يعني بيتعامل على كل جيم على اساسه، يعني انت ليه تخسر ما دام انت في ايدك انك تكسب. ان شاء الله باذن الله البطوله العربيه تبقى بدايه كويسه لينا في اول السيزون، وان شاء الله تبقى من نصيبنا يعني. البطوله زي ما قلت حافز لينا، بدايه كويسه معنويا، دي اخر استعداد لينا قبل البطوله العربيه. احنا فات الاعداد كان في ناس كتير في المنتخب، وكان في لسه ناس محترف لسه واصل، فكنا بنحاول نجهز ويبقى فيه عشان نحاول نخش بكيمستري كويس للبطوله. الحمد لله كان منظرنا كويس النهارده، يعتبر الاختبار يعني كويس قبل ما نخش البطوله. فريق الجزيره فريق كبير، والحمد لله احنا قدرنا نكسب يعني. الحمد لله، هو كان فوز مهم قوي في الوقت اللي احنا فيه ده، احنا داخلين على بطوله عربيه، فالمكسب ده هيدينا دفعه ومعنويات حلوه قوي ان احنا نخش البطوله واحنا رافعين راسنا. غير كده المكسب حتى النهارده كان باين علينا من اول الدقيقه في الماتش ان احنا كنا مركزين، لان الماتش اللي فات ان احنا لعبناها كنا واخدينها اعداد لماتش الفاينل، اللي احنا كنا واثقين ان شاء الله ان احنا نوصل فاينل، فبالتالي كان باين علينا من اول الماتش ان احنا كنا مركزين في الماتش من اول دقيقه. وحتى لما المستوى قل شويه فعرفنا نعوض ده في الكوارتر الثالث والرابع، فالحمد لله مكسب مهم في وقت مهم داخلين على بطوله عربيه، فان شاء الله هيديني دفعه معنويه كويسه يعني. الحمد لله النهارده بطوله يعني عايزين نقول مهمه لينا نفسيا، ان احنا مدرب جديد وفي لعيبه جديده معانا، وبقى لنا سنتين يعني محتاجين ناخد البطوله دي. النهارده الحمد لله كمان خدناها، وفرق كبير في السكور، بدات الفرقه تلعب مع بعض، بدانا يبقى لينا شكل كويس، فبنقول الحمد لله ان هي استعداد كويس كمان للبطوله العربيه يعني. الحمد لله ما خسرناش ولا ماتش لغايه دلوقتي، بيدينا دافع ان احنا بنثق اكتر في بعض، بنثق في مدربنا اكتر، هو بيثق فينا اكتر، بنبتدي نلعب مع بعض. ف يعني الحمد لله يعني زي ما قلت لك بطوله كويسه، اعداد كويس للبطوله العربيه يعني. فوز طبعا مهم جدا، وفوز يعني اول فوز لينا اول بطوله لينا، فطبعا مبسوط جدا، بس هي يعني هي مجرد خطوه للبطوله العربيه. دي بطوله برده كانت وديه، احنا بناخدها تجهيز للبطوله العربيه يعني، احنا مش فيت 100% كلنا، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا بطوله طبعا اول بطوله ليا، طبعا ده حاسس مبسوط جدا، بس هي برده تجهيز للبطوله العربيه، فاحنا تركيزنا اكتر ان شاء الله باذن الله على البطوله العربيه ان شاء الله. هو طبعا انا يعني مبسوط جدا، دي اول بطوله ليا اصلا في الدرجه الاولى، وبطوله كمان مع النادي الاهلي، فدي حاجه طبعا مبسوط جدا وحاسس بالفخر طبعا. انا الحمد لله ربنا كرمني، وهي دفعه كبيره جدا طبعا ادتنا ان احنا ندخل بطوله عربيه واحنا كسبانين بطوله، دي حاجه طبعا تدينا دفعه وخلينا حماس اكتر، وان شاء الله ربنا يكرمنا في البطوله العربيه ان شاء الله. الحمد لله البطوله دي بطوله نستعد بيها للبطوله العربيه، والبطوله العربيه نفسها بنستعد بيها للموسم. بطوله منطقه القاهره هي تقريبا اقوى بطوله منطقه موجوده، لان بتجمع اربع فرق موجودين من التوب 8 في دوري السوبر، الاهلي والجزيره والجيش واتصالات، والسنه دي تامين يعني انا متاكد ان هم هيبقوا في التوب 8، فبتحتك بثلاث اربع فرق كويسين من اقوى الفرق الموجودين في الدوري بتاعنا. الكوتش بيحط ايده على طرق اللعب اللي هو عايز يلعب بيها، ايه اللي يناسب الفرقه وايه اللي ما يناسبش الفرقه، فكان دايما ساعات بينقصنا ان احنا في بدايه المواسم بيبقى ما عندناش ماتشات كتيره تعد الفرقه،
فالحمد لله ان ربنا وجد لنا البطوله دي والبطوله العربيه انهم يبقوا بطولتين قبل ان شاء الله بدايه الموسم كويسين. البطوله العربيه مش الهدف الرئيسي بتاعنا، احنا هنلعب باللي جاهز دلوقتي ان شاء الله، مش هنضحي باي لعيب ممكن يكون عنده اصابه خفيفه تزيد يغيب بقيه الموسم، الموجود ان شاء الله هيكفي وكلهم موجودين، يعني 15 او حوالي ال 20 لعيب بالفرق اللعيبه المتصاعده كلهم ليهم دور سواء كانوا جوه ال 12 او بره ال 12، احنا فرقه واحده، هو مجرد اربع خمس ماتشات هنلعبهم في البطوله العربيه ان شاء الله، ماكسيمم ان شاء الله هيبقوا ست ماتشات، مش هتفرق مين يلعبهم، مهم ان احنا نكمل الموسم بالقائمه كلها وهي على اكمل وجه ان شاء الله. ألف مليون مبروك، الحقيقه بطوله كويسه، بدايه المشوار يعني كويس لما تبقى في بدايه مشوارك وتكسب بطوله، كنا نفسنا يبقوا معانا طبعا النهارده او الحلقه الجايه، ولكن هم هيسافروا بكره او بعده لاسكندريه طبعا استعدادا للبطوله العربيه. بس انا عندي بعض الامور اللي انا لاحظتها وعايز اعلق عليها على فريق السله، يمكن اكبر مكسب من البطوله دي هو عمرو زهران. عمرو زهران الحقيقه كلاعب بيلعب جارد، اضافه قويه جدا، قوه بدنيه ما شاء الله زي والده المستشار علاء زهران، والجميل كمان ان هو عنده مقاومات شخصيه، يعني الولد قلبه ميت زي ما بيقولوا باللغه الرياضه، ما بيهابش الموقف، مش قلقان، بينزل يلعب على اللعيبه اللي اكبر منه جامد، يعني احنا واحنا صغيرين اللعيب اللي كان ينزل وهو صغير يقعد يزقه وبتاع نقول ده يعني مشروع نجم لانه مش هايب الموقف. زائد حاجه ثانيه، عبد الله ناصر، عبد الله ناصر احنا تنبأنا له من السنه اللي فاتت ان اللاعب ده بمواصفات لعيبه الام بي اي، وخدوا الكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه، عبد الله ناصر لاعب يستطيع من الامكانيات الجسمانيه والفنيه انه يلعب في دوري الجامعات الدوري الامريكي المحترفين ام بي اي. طب ليه بتقول كده يا هيثم؟ لان عبد الله ناصر الحقيقه طويل فوق ال 2 متر، 2 متر 5 2 متر 10 ما شاء الله، طويل بينط عالي جدا، عنده شوطه، عنده دريبل على طول، وده عنده تحكم في الكره جيد. عبد الله ناصر مواصفات لعيب كويس، وليه دور. الناس كانت بتقول في المستقبل في المستقبل، والله انا من السنه اللي فاتت وبقول اللاعب ده يقدر من دلوقتي يبقى ليه دور، وفعلا ماتش امبارح كان ليه دور كبير جدا في المكسب. وهما الاثنين يعتبر جيل واحد، وكان ليهم لو تفتكروا كان ليهم دور كبير في ماتش الاتحاد في دوري المرتبط لما حصل نقص عدد كبير جدا بسبب كورونا، وإيهاب أمين وعمرو الجندي كانوا كورونا ورجعوا، كان أول مباراة أو أول مرة يلعبوا بعد كورونا كان في المباراة دي. عمرو زهران وناصر من أكبر المكاسب، عبد الله ناصر من أكبر المكاسب لفريق كرة السلة، وطبعا بأمانة الموضوع ده يحسب عشان نقول الكلام برضو يعني وندي لكل ذي حقه يحسب للجهاز الفني طبعا السابق كابتن أشرف توفيق انه صعدهم واعدهم، ويحسب ايضا للجهاز الفني اللي موجود دلوقتي ان اختار عمرو زهران وما رضاش يطلعه اعاره واصر انه يبقى موجود مع الفرقه. عندنا ملاحظه كمان، عوده الجمال لمستواه. انا كان رايي مشكله الجمال هي مشكله نفسيه، مشكله الجمال عمرها ما كانت، اولا جمال مش زايد في الوزن، الجمال في الملعب بيتحرك وبيجري وبيرمي نفسه على الارض، الجمال ما عندوش مشكله بدنيه، اللي بيفهم باسكت عارف ده، الجمال جاهز بدنيا، هو مشكلته كانت نفسيه، كان لازم يخرج من المود ده، لازم حد ياخد بايده، ساعات اللعيب مهما كان كبير محتاج حد ياخد بايده يحطه على الطريق تاني. مستر اجوستي في ميزه كويسه جدا ودي من احد المكاسب، مدير فني هادي مع اللعيبه، هادي يعني ايه هادي؟ يعني لعيب مدرب مش بانفعالاته بيبقى، يعني ساعات مدرب يحصل اكشن من اللعيب يروح رادد بري اكشن، وبنشوف مدربين عصبيين جدا على الخط وبيتم انتقادهم بشكل كبير، يعني ان عصبيتهم زياده على الخط حتى في البطولات الدوليه وبتاع، لا العصبيه دي مرفوضه، حتى لو العصبيه دي انا كلاعب مقدرها بس الناس مش فاهماها. ف كوتش مستر اجوستي الحقيقه من المدربين الهاديين اللي بيفهم وما بيغيرش لعيب عشان تغييره هو غلط فبيسحبه، لا ليه فكر وليه اسلوب معين، ويكفي ان احنا مباراه مع نادي الجزيره اللي كان بيجهدنا السنه اللي فاتت جدا في المباريات قدر يفنش بيه صح وينهي المباراه بفرق 21 نقطه. دي كانت 21 نقطه، دي كانت ملاحظاتي بعين خبير يعني او حد بيفهم في كره السله في الامور اللي باينه. طيب